وصل عناصر المنتخب الوطني المغربي يوم الأحد إلى مطار الرباط السلا قادمة من أبيجان، بعدما تمكنت من حجز بطاقة التأهيل إلى نهاية كأس العالم روسيا 2018. ولدى وصولهم إلى المطار حظي المنتخب الوطني والطاقم التقني باستقبال حار من قبل مئات من المشجعين الذين احتشدوا في مدخل المطار للترحيب بأسود الأطلس وشكرهم على هذا الإنجاز الكبير. وبهذه المناسبة قال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجع في تصريح للصحافة إن تأهيل أسود الأطلس إلى نهاية كأس العالم روسيا 2018 كان مستحقا وبجدارة، مضيفا أن لاعبي المنتخب الوطني تمكنوا من إدخال الفرحة إلى قلوب الشعب المغربي. ومن جهته أعرب عميد الفريق الوطني مهدي بن عطية عن سعادته البالغة بعد تهاني صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي تمثل مصدر فخر بالنسبة للفريق بأكمله خلال المنافسات المقبلة.